السلام عليكم الإخوان، اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد المشروع مع الوقت غادي في التطوير، عنده واحد التطوير اللي كيبشر بالخير. المهم هذا المشروع هذا كيحتاج الأشخاص اللي عندهم فيهم ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو تيكون عمل جماعي، ثقة بالنفس، تحمل المسؤولية. هاد ثلاثة النقاط اللي قلنا إذا كانوا عندك مرحبا بك في هذا المشروع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. هذا المشروع هذا إذا سمعتي غير السمية ديالو تقد تخلع وترجع للور، تقول فيه شي راس المال كتير. المهم حنايا غنتكلموا على مشروع ديال مطعم، وماشي غير تسمع سمية مطعم غادي تخلع، لا، حنا غادي نتكلموا من الكروسة ديال المأكولات الشعبية حتى المطعم بحال شبه ماكدونالدز. المهم غنتكلموا حنا من الصغير حتى الكبير، اشنو خاصك في الصغير واشنو خاصك في الكبير. المهم حنايا غادي نعاودوا لكم كل شيء ونعطيكم جميع المعلومات، شنو هي المساحة اللي خاصك في هذا المشروع، وشنو هما المعدات، وشنو هو راس المال، وكيفاش يكونوا العمال اللي خاصينك نتايا. المهم كل شيء غتعرفوه في هذا الفيديو، ولا كنتي باغي تنشئ مطعم مرحبا بك معنا. اول نقطه اخوتي باش ما يتخلقوش لينا الاوراق ديالنا، غادي نتكلموا على مطعم بصفه عامه، اما المطعم المتنقل بحال كروسه غنديروا له حلقه خاصه به باش ما نتخلقوش الاوراق ديالنا ما يتبعثوش. المهم غنتكلموا دابا على المطعم بصفه عامه. الموقع ديال المطعم غادي نركزوا في ثلاثه ديال النقاط. النقطة الأولانية هي الصوت، المكان يكون تيتسم بالحيوية والنشاط، يكون فيه كليان بزاف، يكون الكليان تيتحرك بزاف. المهم والنقطة الثانية تكون المكان اللي غتنشئ فيه هذا المشروع ديال المطعم يكون بحال المأكولات اللي غتقدم، بحال كنتي هذا المطعم قدام البحر غنديرو داكشي ديال الأسماك والموما داكشي ديال الأسماك، كنتي فشي حي شعبي غدير بحال المأكولات الشعبية، كنتي باغي دير هاد المأكولات ديال طاكوس وبيتزا وداكشي غتكون في الاحياء الراقيه. المهم كل ما المحل كان في بلاصه غتركز الماكولات اللي غادي دير فيه. النقطه الثالثه هي خصك تنشئ شي مطعم يكون مختلف على المطاعم الاخرى اللي في الحي ديالك، بحال كان مطعم ديال الحوت في الحي ديالك انت يبدل دير شي مطعم واحد اخر، مو شي ديال اكله واحد اخر باش تكتسب الكليان بزاف. وثاني نقطه اخوتي اللي هي اساسيه وهو الترخيص باش يمكن لك تنشا هذا المحل ديال المطعم، هذا غادي ندير عليه فيديو بوحديته. المهم دابا غادي نقول لكم باش ما نخليكمش تستنوا الفيديو الاخر. اول ورقه اخوتي وهو البلان ديال المحل ديال المهندس، تيكون عندك المهندس كيدير لك واحد البلان ديال المحل، الا كنتي كاري كيكون عندهم المحل، الا كان المحل ديالك تيكون البلان ديال البلان عندك نتايا. وثاني حاجه هو عقد الكلاء ولا صك الملكيه، اما عقد الكلاء اما كلمة المحل ديالك يكون عندك ديال الملكيه ديالو، وجوج صور وفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال وديهم للبلديه وهو اللي عندك مشروع ديال مطعم. يلا بسم الله. دابا خوتي غنتكلموا على الادوات اللازمه باش يمكن لك تنشا هذا المطعم هذا. حنايا غادي نديروا المساحه ديال 100 متر باش يمكن لينا نخدموا فيها على راحتنا. المهم 100 متر غادي نقسموا 40 متر المكان ديال الطبخ، و40 متر وحده اخرى ديال جلوس الزبائن، و20 متر ديال الواجهه وفين تتعامل الزبائن ومول المحل. اول حاجه من اللوازم هما الكراسه والطوابل، ضروريين هادو، والكونطوار. الكونطوار اما تيكون عباره عن كونطوار زجاجي ولا كونطوار ديال الزليج، المهم هذاك اللي كتجيبوه للمحل هو اللي كيصايب لكم هذا، وكديروا اللافته ديال المحل. اما بالنسبه للخضروات والفواكه وداكشي نتوما على حسب النشاط اللي بغيتو ديروا، الا نشاط تجاري بغيتو ديروا، واش ديروا مطعم ديال الاسماك ولا مطعم ديال الوجبات السريعه ولا ديال المأكولات الشعبيه، المهم نتوما غتعرفوا شنو غادي دير. خوتي هي راس المال ولا التكلفه اللي غيطيح عليك بهذا المشروع هذا، هذه هي النقطه اللي خاصنا نركزوا فيها بزاف. اول حاجه غادي تخلص فيها التكلفه هذه وهي ديال الكرا ديال المحل، غيكون بين 2000 درهم حتى 2 مليون ديال السنتيم على حساب المترو اللي بغيتي. الا بدينا من 60 متر حتى 200 متر، المهم تكون بين 2000 درهم حتى 2 مليون ديال السنتيم، 20000 درهم. والتكلفة الثانية غادي تخسرها من غتبدا هاد المحل وهي ديال العمال، تتكون هادي ثابتة في أي شهر خاصك تخرجها. المهم كتكون عندك إما على كان عندك محل صغير كتبدا جوج ديال العمال، إلا وصلتي لمحل كبير تبارك الله خاصك حتى 60 عامل 70 عامل. التكلفة الثالثة أخوتي وهي شراء الكراسي والطاولات وعمل لافتة إعلانية، هادو كاملين كي في التكلفة الثالثة كتقوم عليك على حساب المحل بين 1000 درهم حتى المليون ديال السنتيم، المهم على حسب المحل والمساحه ديالك. والتكلفه الرابعه هي شراء المواد الاوليه ديال هذاك المشروع اللي بغيتي دير،
المشروع التجاري اللي باش يدير ديال الاسماك ولا ديال المأكولات الشعبيه شراء المواد الاوليه بحال الخضروات الفواكه الاسماك، المهم المواد الاوليه. التكلفه الخامسه اللي كتكون هي ثابته وهو التكلفه ديال الخدمات بحال ديال الضوء ديال الماء ممكن ديال الصيانه ديال شي الات خسروا لك تما. وتي الى حسبنا التكلفه الاجماليه ديال هذا المشروع عاده اللي غتكون المساحه ديالو بين 60 متر حتى 200 متر غادي يكون التكلفه ديالو هو بين 2 مليون ديال السنتيم حتى 50 مليون، المهم على حساب المساحه اللي باغي تكري انت. ودابا خوتي غنتكلموا على الارباح شحال غادي يربحوا من هذا المشروع عاد. انا نقول لكم مثال، المهم ديروا مشروع ديال الدجاج، مشروع ديال مطعم ديال الدجاج. الدجاجة بشحال كتشريها تبارك الله؟ كتشريها إما بين 20 درهم حتى 30 ديال الدرهم، وكتبيعها بأقل حاجة 100 درهم. صافي من قلت لكم هاد المثال هذا المشروع أكثرية فيه ربح، كلشي فيه ربح. المهم إذا كنتو باغي تبداو غير توكلوا على الله إن شاء الله. ودابا غنعطيكم واحد المشاكل اللي كيحدثوا في هاد المشروع هذا، وخليكم معنا باش تشوفوا هاد المشاكل. المشاكل أخوتي اللي كيوقعوا فيها الناس في هاد المشروع ديال المطعم، وهو اول مشكل كيكون ان الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث ما كيكونوش عندك كليان. لذلك خاصك تصبر، واخا الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث ما دخلتيش الفلوس ولا شي حاجه خاصك تصبر. هذا مشروع خاصك تصبر فيه، اذا كنتي باغي تولي صاحب كليم ولا اخر خاصك تصبر في هذا المشروع. انا اخوتي اذا ما عرفتيش تختار المكان المناسب غادي توقع في واحد المشكل اللي هو كبير مستقبلا. والمشكل الثالث اللي هو ايضا اساسي، خاصك العمال اللي خاصهم يجيبوا يخدموا معاك يكونوا تبارك الله معلمين. الا ما كانوش كيعرفوا يطبخوا مزيان وعندهم الرغبه ديال الطبخ ما غاديش تطور هذا المشروع وما تمشيش به. المهم انا هذا المشروع اللي عطيتكم كان بصفه عامه على المطاعم. اذا كنتي باغيين داك الشيء نحددوا لكم مطعم ديال المأكولات الشعبيه ولا مطعم ديال متنقل ديال الكروسه، ولا ما فهمتوش شي حاجه خوتي كتبوها لنا في التعليقات. وباقي ان شاء الله الجديد وباقي مشاريع وحده اخرين واعرين واعرين واعرين، وغادي نبقى نمشي عندهم نبقى نمشي عند الناس حتى المحلات ديالهم ونسولهم وداك الشيء. المهم غير خلي واحد شويه ديال الوقت الله يعاونكم.